أول أمس أيها الإخوة، وهذا الذي فعلا اضطرني أن بارك الله فيك حبيبي، اضطرني أن أتكلم في هذا الموضوع العجيب. أول أمس شيخ مظهره طيب حقيقة، تعلوه سماء التقوى كما يرى، وهو دكتور في الشريعة، يتكلم عن المحبة وبأسلوب هادئ ولطيف، لكن يفتخر الانسجام المنطقي تماما كطريقة العوام. يتكلم عن المحبة ويقول: وألقيت عليك محبة مني، يقتبس القرآن، يستشهد بهذه الآية. إذن هو يرتب ما شاء الله استخلاصات استنتجت من الآية. إذن هذه المحبة أيها الإخوة لا بد لها من عمل، ولا بد لها من جهد، ولا بد لها من سعي. هذا الكلام صحيح كلاما وخاطئ استخلاصا. المحبة في الأغلب تحتاج إلى عمل. لو أنه احتج بحديث أبي هريرة في البخاري وعند أحمد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لفهمنا أن الاستخلاص صحيح. لكن أن تستشهد بآية هي عكس ما قصدت إليه تماما من استخلاص. الله يقول في حق موسى الرضيع الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا قطعة لحم، يقول: ألقيت عليك محبة مني. أي عمل قام به هذا الرضيع؟ أي جهد وأي جهاد للنفس قام به هذا الرضيع المسكين؟ بالعكس، هذه مسألة هبة إلهية لما علمه الله الذي قال: واصطنعتك لنفسي. مسألة اصطناع، مسألة اصطفاء واصطناع أيها الإخوة. كيف جاز على هذا الدكتور أيها الإخوة أن يستخلص هذه النتيجة الصحيحة أيها الإخوة قولا، والخاطئة استخلاصا من هذه الآية؟ لا أدري طبعا، والجلوس والمستمعون أنا متأكد إلا قليلا أيها الإخوة مبسوطون، هم مسرورون على هذا الاستخلاص. تفكير سليم، ليس سليما بالمرة. إذا لسنا جديين أيها الإخوة، لسنا جديين. هكذا اعتدنا، ربما هكذا اعتدنا.